المشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم كما تشاهدون هذا توربين رياح عمودي خلزوني بعد التصميم والتنفيذ وقبل التركيب صمم على انتاج 12 كيلو التوربين بالكامل مصنوع من الحديد ومطلي بطلاء مضاد للصدى التوربين يحتوي او يتكون من اربع شفرات مقوسه وانسيابيه بدرجه ميول من اسفل الى اعلى بزاويه 45 درجه أي أن على نقطة في الشفرة مقابل لأسفل نقطة من الشفرة التي تسبقها. ارتفاع أو طول الشفرة خمس متر وبعرض ثمانون سنتيمتر ومصنوعة من الصاج المجلفا بسماكة واحد ملي ومثبتة مع المحور في خمس مستويات. قطر التوربين الدوار يصل إلى واحد فاصل تسعون متر. هيكل قاعدة التوربين مكون من ثلاثة مواصير حيث أن المواصير بقطر ستة وبسماكة اثنان مليمتر وبارتفاع كلي 12 متر. يتم تثبيت التوربين بارتفاع منخفض إلى سطح الأرض. ويدور عند سرعات رياح منخفضة وهذا ما تميز بالتوربينات الرياح العمودية. حيث أن التوربين يبدأ بالدوران عند سرعة رياح 2 متر في الثانية. وأقصى سرعة دوران يصل إليها. هي 245 دورة في الدقيقة. ونحن حاليا نعمل في المرحلة التالية والمتمثلة في تصميم وتنفيذ مولد كرسي مغناطيسي منخفض السرعة عالي الكفاءة وعمل الجيربوكس المحوري المناسب. لنقوم بعد ذلك بتركيبها على التوربين وأجراء الاختبارات والقياسات المختلفة ومقارنتها مع سرعات الرياح وشدة الأحمال المطبقة لنصل بعد كل هذا إلى إنتاج الدراسة النهائية المفصلة بتوفيق الله فلا تنسوا متابعينا الكرام من الإعجاب بالفيديو وعمل تعلق مناسب وإذا لم تكن مشترك في القناة فلازم تعمل اشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد في مجال الطاقة الكهربائية وشكرا لكم